أنه ليس هنالك أي اشتباك كما ذكر بين الفرقة الأولى مدرع وبين البلاطجة الذين قدموا من عند الرئيس صالح إلى قيادة المنطقة الشمال الغربية. صحيح الأمر الصحيح هو كالتالي: اجتمع الرئيس علي عبد الله صالح اليوم بما يقارب 3000 شخص من مديريات سنحان وبني بهلول وبلاد الروس، وكان قد سبق أن قابلهم اليوم صباحا قبل أن يأتوا إلى الفرقة الأولى مدرعة إلى بوابة الفرقة، ثم أرسلهم شخصيا على أساس تقديم وساطة لقائد المنطقة الشمال الغربية قائد الفرقة الأولى مدرعة اللي هو علي مسلم، لكنه دس في وسطهم مجموعة من عناصر حراسته الخاصة والبلاطجة دون علم مجاميع الوساطة التي جاءت على حسن نية، وكانت هناك مجاميع أيضا كبيرة من المعتصمين المتواجدين أسفل الجسر، جسر مذبح الذين قدموا هم من أعلى، وقام أفراد الفرقة الأولى مدرعة بإرجاع المعتصمين السلميين إلى مسافة مناسبة حتى لا يشتبكوا مع هذه المجاميع. أثناء وصول المجاميع التي أرسلها الرئيس النظام إلى بوابة الفرقة، طلب منهم الدخول لمقابلة اللواء علي محسن صالح، فأدوا رفضا مباشرة بحجة أنهم مجاميع كبيرة، أي 3000 فرد يفترض أن يخرج إليهم اللواء علي محسن كما يقولون إلى بوابة ليقدموا له مقترح الوساطة. ونزولا عند رغبتهم ولثقة اللواء علي محسن أن من جاءهم فقط من سنحان ومن بني بهلول وبلاد الروس وعلى قدر كبير من الثقة وصدق نية وسلامة سريرة وصفاء النفوس لهؤلاء، خرج إليهم اللواء ومعه الوسيط الأساسي بينه وبين رئيس النظام الشيخ اللواء أحمد إسماعيل أبو حورية. عند وصولهم على مقربة من البوابة حوالي 15 متر تحديدا، يعني عندما وصل اللواء مع الوسيط تواجد تلك المجاميع، ظهرت كان هنالك في السماء يعني طيران يحلق، ثم رأينا مباشرة ونحن كنا من خارج البوابة رأينا عدد من السيارات على الجسر، جسر مذبح يعني بعضها مغينة وصالون زرقاء وعدد من السيارات الإلبسات، مباشرة أطلقوا النار يعني قبل خروج اللواء إلى البوابة وأخرجوا الأسلحة والمعدلات ومعهم مجموعة أيضا من القناصة كانوا على الجسر، وباشروا بإطلاق النار مباشرة، ضربوا النار على العساكر وضربوا النار على من كانوا من المتواجدين من المواطنين هناك من بني بهلول ومن أهالي سنحان وبلاد الروس، وكذلك أيضا على أفراد الفرقة الذين كانوا متواجدين أمام بوابة الفرقة، ثم عاد اللواء بعدها إلى الداخل مع إسماعيل أبو حورية واحتوى الموقف مباشرة. طيب إذا كان هذا ما يجري على الأرض، أفهم أنا نقطة من أن اللواء محسن صالح خرج ليستمع إلى الوساطة، هل هناك ما زال مجال؟ أفهم من القصة التي قلتها بأن اللواء علي محسن صالح خرج ليستمع إلى الوساطة، هل هناك اليوم مجال ما زال للوساطة بين علي عبد الله صالح واللواء محسن؟ هذه الوساطة التي جاءت بحكم الأسرية وحكم القرابة، كون هؤلاء هم أبناء بلد اللواء علي محسن وأبناء بلد الرئيس علي عبد الله صالح، وجاءوا فقط هم من وجهة نظرهم أن يقربوا وجهات النظر ما بين اللواء علي محسن وما بين الرئيس علي عبد الله صالح، ظنا منهم أن الخلاف هنا خلاف شخصي، ليس هنالك على الإطلاق خلاف شخصي بين اللواء علي محسن وبين الرئيس علي عبد الله صالح، بل يتمتع الاثنان بالأخوة والصراعة، إلا أن الخلاف الحقيقي الآن القائم هو انضمام أو دعم اللواء علي محسن لثورة الشعب السلمية على أساس النزول عند مطالب الشعب فقط، هذا هو الخلاف، أما كون هنالك خلاف شخصي بين الاثنين ليس هنالك أي خلاف شخصي. شكرا لك، هذا العقيد عسكر سعيل المتحدث باسم الداعمين لشباب اليمن حدثنا من صنعاء.